السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. مثل ما تعرفون أنه أساس برنامج أرض السواد هو الأمن المائي، وأساس الزراعة والحياة اليومية هي المياه. وللأسف العراق عايش بسنوات كثيرة بموضوع شح المياه، سنة بعد سنة الخزين الاستراتيجي المائي العراقي دا يقل والأزمة تتفاقم يوم بعد يوم. مؤتمر بغداد الدولي للمياه الثالث اللي عقد بالأيام الماضية حقيقة أنه جلب الكثير من الشخصيات المهمة بهذا الموضوع، أيضا من دول الجوار شاركة ومن دول المنبع خبراء من العالميين من الأمم المتحدة وغيرها بهذا الصدد. الحقيقة بدنا نعرف مؤتمر بغداد للمياه شنو الفائدة منه، إهدافه شنو، مثل ما هو الثالث يعني أكو اثنين قبله، هل تحققت أهداف شغلات إيجابية بسبب هذا المؤتمر؟ راح نناقش كل هذه المواضيع مع المهندس سليم العتاوي، معاون مدير عام الهيئة العامة للتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة، أهلا وسهلا بك. والأستاذ جمعة الدراجي الخبير المائي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ربي يخلي. أبدأ من جهة اليمين باتجاه، كيف حالك بالبداية أستاذ جمعة؟ حياكم الله. وشكرا يعني أنه تعنيت من محافظة ميسان إلى بغداد من أجل هذه الحلقة المهمة. شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا جزيلا على فتح هكذا مواضيع مهمة وهي تشغل الرأي العام، وخاصة موضوعة المياه موضوعة مهمة تتعلق بمعيشة الناس ومعيشة شريحة كبيرة من المجتمع، لا سيما وأن هناك ليس فقط الزراعة وإنما تسبقها مياه الشرب. نعم. والقطاعات الأخرى مثل الصناعة والكهرباء وحتى صحيح. الطاقة المتجددة وغيرها. نعم أستاذ جمعة، أريد أبدو لك من مقالك بأحد الصحف العراقية اللي قلت به أنه أزمة المياه لا تحل بقاعات المؤتمرات، شنو قصدك بهذا الموضوع؟ هل اليوم أنه إحنا ما محتاجين هيك مؤتمرات؟ كيف تحل يعني؟ لا، هو الكلام ليس جزما، حتى وإن كان يعني هناك وقفة ميدانية يجب أن تسبقها جلسة على طاولة، والمؤتمرات إذا بحثها يعني كان من الممكن استثمار وجود وفود من دول التشارك المائي من تركيا وإيران، واطلاعهم على المنشآت الإروائية العراقية واطلاعهم على الخزين العراقي المتوفر، وأكيد هم خبراء لديهم مجسات ولديهم معلومات كافية حتى يستطيع أن يستمع إلى المفاوض العراقي. والمفاوض العراقي صار له سنين يعني متعب بهذا الموضوع، لأنه يريد يوصل إلى مخرجات مقنعة لدول المنبع، ولكن يواجه صعوبات، وهذه الصعوبات تحددها كمية الخزين الماء المتوفر لدى دول المنبع الأصلية اللي هي تحتوي على الماء، كون أن هاي الدول حالها حال مجموعة الدول الموجودة بالإقليمية اللي هي أيضا لديهم انحسار بالمناخ وقلة بالواردات المائية للسنوات الماضية فعلا. وإن كانت هذه السنة سنة مطرية بامتياز. نعم. ولذلك هذه السنة تعتبر مطرية جيدة جدا. نعم جيدة، ولكن أيضا لدينا ملاحظات لو سعف يعني تطين المجال. كان هذه الكميات اللي هطلت بنهاية الموسم الشتوي هذا كان من الممكن أن يستفيد منها العراق لو كانت لديه بنية تحتية متكاملة لحصاد مياه، ويعني أثناء الهطول المطري صدرت تصريحات مهمة من مسؤولين من وزارة الموارد المائية، سمعناهم يقولون بأن الوزارة متوجهة إلى إنشاء مثل هكذا مشاريع لحصاد المياه المحلي. وحقيقة حصاد المياه المحلي مهم، كون أنه ما يلجئنا إلى الذهاب إلى دول التشارك المائي، أو ممكن إذا قطعت الكميات اللي كانت تكفل العراق يعني حتى على الأقل، لأنه الوزارة تقول هناك 70% العراق معتمد على دول التشارك المائي، لكن 30% لماذا لا ننميها؟ إحنا لو كانت لدينا بنية تحتية متكاملة لحصاد المياه المحلية
كانت النسبة تزيد. نعم. وتزيد تعتبر مياه متاحة يمكن الاستفادة. خلي أنتقل للأستاذ سليم، نرحب بك مرة ثانية أستاذ سليم في البرنامج. يا رب إن شاء الله تكون بخير وبصحة وعافية. أستاذ سليم، اليوم المشاهد الفلاح حتى المواطن لما يشاهد أن المؤتمر مؤتمر بغداد الدول المياه بهذه المشاركة بهذا التنظيم وغيرها من هذه الأمور، يقول لك شنو أهداف المؤتمر؟ إيش راح نستفاد من هذا المؤتمر؟ إذا تقدر تشرح اليوم للمواطن. أنا أول شيء أرحب بالأستاذ جمعة، شرفنا أنه نلتقي في هذا المحفل. أنا أتمنى أنه أجاوب على ما تفضل به أستاذ جمعة وأرجع لك على تفضل. تسمح لي يعني. تفضل. حقيقة أنه تعرف أنه مرت علينا 3 سنوات، وأستاذ جمعة يعني على اطلاع بهاي الأمور، من احتباس بالأمطار أدت إلى قلة الخزين المائي في سدودنا. حقيقة يعني مثل ما تفضلتوا أنه صار سقوط أمطار خلال الفترة الماضية. الحمد لله أنه المطرات اللي حتى اللي سبقتها أجت في أوقات الريات، يعني تعرفوا أن هناك عدة ريات خلال الموسم الشتوي خاصة. ساعدتنا، لأن إحنا كان خزيننا دخلنا الموسم الشتوي بخزين ضعيف، فهذه المطرات الحمد لله والشكر أنه أمنت ريات جيدة لمحصول الحنطة والشعير، وأدت إلى زيادة أزيد من الخطة بأضعاف. يعني كان هناك خطة موضوعة ضاعفت الإنتاج، وإن شاء الله راح خلال الأيام يكون الأرقام واضحة للإنتاج. هذه الواردات اللي قدرنا نخزنها بسدودنا خاصة على دجلة، يعني الفرات نعاني من هذه، لأن يعني كانت الأمطار على المنطقة اللي تحيط بسدودنا على دجلة. هذه الواردات خزناها بخزاناتنا، وأيضا قدرنا نستفاد من كمية الأمطار أنه نأمن ارتفع منسوب النهر خلال هذه الفترة، ساعدنا أنه نستفاد ما موجود في النهر ونقلل من إطلاقاتنا بخزاناتنا. فقدرنا أنه إحنا ما نقول وصلنا للشيء اللي، بس نوعا ما صار عندنا خزين جيد بسدودنا الشمالية اللي هي هنا مثلا عندنا سد الموصل، أيضا هناك واردات كانت على سد دوكان على سد درب الدخان. نوعا ما هذه قدرنا نستوعبها بسدودنا، فماكو مثل ما تفضل استاذ جمعة أنه شيء راح هباء. الحمد لله والشكر صارت عندنا كميات بالنهر، ارتفاع منسوب النهر، قدرنا نسوي إطلاقات باتجاه الأهوار، عززنا كميات الأهوار المياه في أهوارنا، وتلاحظون انتعاش الفترة الأخيرة انتعاش السياحة في الأهوار. هذا مارد الثاني أوضحه لسؤال. أما فيما يخص المؤتمر، مؤتمر بغداد الحمد لله يوم أمس انتهى مؤتمر اللي انطلق برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شاع السوداني، وتحت شعار شحة المياه أهوار وادي الرافدين بيئة شط العرب مسؤولية الجميع. ضمن يعني المؤتمر كان هناك حضور لشخصيات ولفود رسمية على مستوى وزراء المياه والبيئة، وأيضا هناك منظمات عالمية تضمنت عدة بحوث ومحاضرات ألقيت في هذا المؤتمر. صح. يعني اليوم أنا أريد المواطن يفهم أهداف المؤتمر. شنو المؤتمر؟ إحنا أول مرة ضمن المؤتمر عدة محاور خلال. نعم. عندنا محور استدامة الأراضي الرطبة. عندنا محور إدارة المياه. عندنا محور المياه من أجل البشر والطبيعة. هذه المحاور ضمنتها عدة محاضرات قاموا بها محاضرين يعني من خلال دراسات محلية ومنظمات عالمية. يهدف المؤتمر عدة أهداف، أنه نحاول إيجاد الحلول الممكنة لتقليل المخاطر يعني عن ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري، أيضا أنه نوصل إلى أنه نشر الوعي لدى مستخدمي المياه، يعني حتى نوصل إلى استخدام الرشيد للمياه. صح. إمكانية استدامة الأراضي الرطبة أخوارنا حتى نحافظ على التنوع البيئي. ممكن أن هناك يكون هناك تنسيق إقليمي يعني مع، وخاصة إحنا مع الدول المتشاطئة، نوصل إلى تفاهمات وإلى تفعيل مذكرات التفاهم من أجل الحصول على حصة العراق المائي. نعم. طبعا أحبة المشاهدين عندنا فيديو يوضح كثير من المعلومات حول
مؤتمر بغداد الدولي للمياه اللي حقيقة استضافت العاصمة بغداد. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. استاذ جمعه انتقل لحضرتك، اليوم لما رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني يقول انه حكومتنا ستذهب الى فكره تحليه مياه البحر، ضمنيا اقدر اقول انه هذا اليوم اعتراف ضمن انه صعوبه الحصول على حصصنا المائيه من دول المنبع؟ لا حقيقه هذه يعني رساله يعني مو وقتها. لأنه أنت حسب الاتفاقيات الدولية لك حصة، وهذه الحصة يعني أنا قصدي أنه حسيت أنه هذا التصريح أنه بأنه إحنا صعب ناخذ حصة. شخص بعض الخبراء الاستراتيجيون قالوا هذا خطأ استراتيجي أن يصرح رئيس مجلس الوزراء على ذمتهم طبعا أن يقول نتوجه إلى تحلية ماء البحر، وإنما كأنما هذه رسالة إلى دول التشارك المائي بأن هناك بدائل أخرى لدجلة والفرات. إحنا يجب أن نصر على موقفنا بأن ندافع عن حقوقنا المائية بالنهرين الكبيرين. نعم. رأيك بالمشاركة اللي صارت، يعني مثلا أنا حسب علمي أنه من سوريا شارك وفد، من إيران أيضا وفد كان كبير ورسمي، ولكن تركيا ما شاركت بوفد انه اسباب خاصه. لا موجود شارك كوزير يعني اليوم جوده الوفد او رسميه الوفد انه كان اقلها تمثيل هي تركيا. هل هذا يعتبر رساله انه موضوع تركيا انه موضوع انه نهري دجله والفرات الى الان ما تعترف به نهرين دوليين، انه ماكو حل مستقبلي؟ قبل زياره السيد رئيس مجلس الوزراء الى تركيا لم ترتقل المفاوضات او الحوارات مع دولتي التشارك المائي الجارتين تركيا وايران الى درجه المفاوضات، بل لم تكن هناك مواعيد محدده، وانما كان العراق يواجه صعوبه في حتى موعد اللقاء. لكن هناك هواي امور تغيرت بزياره السيد رئيس مجلس الوزراء الى تركيا، وحتى مشاركتهم ان كان يعني بغض النظر عن مدى يعني قوتها ورسميتها، لكن المهم هو كان لهم حضور، و يعني كان بالاعلام هناك اكو حوارات واكو لقاءات جانبيه. صح. واكو يعني هو المهم الحضور الوفود الفنيه، فاذا كان هناك وفد تركي فني يعني هذا جيد. نعم. استاذ سليم نرجع على موضوع المشاركه، اليوم مثلا الصراحه انه الوضع الماء العراقي يحتاج ثلاث وفود تكون قويه، وهو السوريه نقدر نقول وتركيا وايران. يعني ارجع لنفس الموضوع انه ايران حتى كان لديها كلمه بالافتتاحيه المؤتمر لوزير الطاقه الايراني، سوريا ايضا شاركت بوفد رفيع المستوى. تركيا حقيقة تحجدت بأمر أنه الوزير ممكن حقيقة وممكن أيضا أنه أدى ظرف خاص وما قدر يوصل. هل صارت نقاشات مثلا بين وزير الموارد المائية وهذه الدول الثلاثة والوفودها على موضوع أنه الحصص العراق المائية؟ لو المؤتمر اتجه إلى اتجاه أنه علمي وبحثي وموضوع محاضرات فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحب يعني دائما أبدأ من ما ينتهي من عند أستاذ جمعة. الله يحفظه. يعني حقيقة أنه أنت اليوم من عندك ظرف وخزين مائي لابد أن تجد حلول. يعني هو يقول أنه لازم إحنا مو بس نعتمد يعني على ما نتأمله من نتائج مفاوضات مع دول الجوار، وإن شاء الله إحنا نتأمل خير بها، بس إحنا نتعامل مع واقع. نعم. اليوم إحنا مقبلين على فصل صيف.
صح. فلازم اكو هناك تدابير تتهجها الحكومه، يعني لازم اكو فتح حلول لغرض احنا عندنا اليوم كوزاره هدفنا الرئيسي هو ماء الشرب. نعم. تامين الماء الخام لمحطات الاساله والاشياء القائمه مثل البستنه وغيرها. فهذا لازم احنا تكون اكو رؤيه واضحه وحلول، وهذا من ضمن ما تفضل به بكلمته دولة رئيس مجلس الوزراء. نعم. انه نأمن الشيء المهم للشعب، يعني انت اليوم الماء الخام هو من اهم الاولويات بعملنا كوزاره موارد مائيه. حقيقه انت تفضلت انه بالنسبه لحجم المشاركه لدول المتشاطئه، كانت يعني خلال فتره تشكيل الحكومه كانت هناك اولويه كبيره من خلال الزيارات اللي زيارات دوله رئيس الوزراء وايضا زياره فخامه رئيس الجمهوريه، حيث كانت هناك زيارات متكرره الى تركيا والى الجمهوريه الاسلاميه. نعم. حقيقه انها اثمرت عن تفاهمات وعن مؤشرات ايجابيه خلال انه ما وردنا من كميات خلال الفتره الماضيه خاصه على دجله من المياه. هذه نقول عليها مؤشرات إيجابية. أيضا حضور اليوم حضور وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الطاقة الإيراني، وكان هناك يعني طروحات جيدة ولها مؤشرات إيجابية لدفع عجلة التفاوض للوصول إن شاء الله إلى تفاهمات مستقبلية نتأمل أن تكون بداية جيدة للمرحلة القادمة. الوفد الفني التركي حضر وفد فني تركي. نعم. مختص كان لنا يعني قبل يوم الخميس الماضي اجتماع في مركز الوزارة، تناقشنا على جميع الأمور وشرحنا لهم واقع البلد وما متوفر ما موجود عندنا من خزين، وكانت هنا في اليوم الثاني زيارة إلى منظومة سدة الهندية واطلاع على واقع الحال، لأن يعني احنا حقيقة نهر الفرات وواردات نهر الفرات قليلة جدا. وضع الماء العراقي المتراجع، انه شنو انه يعني هلا هذا الامر بيد الفنيين في تركيا ام امر سياسي؟ لا طبعا هم جزء من العمليه، يعني هم نعم. هم ناس يعني كجانب فني وياخذون الملاحظات، اكيد سجلوا كل الملاحظات والامور اللي طرحناها. كان هناك انه طلب من يعني منهم ومن عندنا انه تكون هناك بعد زيارات اخرى تبادل معلومات، وان شاء الله هناك وفد فني بشكل بوزارتنا راح تكون إلى خلال الأيام القادمة أو الشهر القادم زيارة إلى تركيا. نعم. لغرض أنه لمزيد من الزيارة على أي مستوى، أنه مستوى وزراء أو مستوى وفود فني، فريق فني يعني. نعم. هسه مبدئيا وإن شاء الله تلحقها هي كمرحلة، هذه راح يكون فريق فني نجتمع لغرض أنه هناك مذكرة تفاهم تفعيل بعض الفقرات لهذه، انه طلبوا انه تبادل المعلومات. نعم. انه تكون هناك محطات رصد بين الجانبين على الانهار المشتركه بيننا وبينهم، فان شاء الله هاي احنا نتاملها او تكون هي دفعه للمراحل القادمه، انه تكون مؤشرات تعزز من التعاون، وان شاء الله نوصل الى اتفاقيات ملزمه. نعم. لتامين حصه هذا كله صار التفاهمات على هامش المؤتمر. احنا بالنسبه الى هذا التفاهمات السابقه، احنا بالنسبه للوفد التركي اجى قبل المؤتمر بيومين. اي وكان اجتماع يعني في وزاره الموارد المائيه، وكان زياره اليوم التالي كان زياره الى عندنا ثلاثه، عندنا سوريا وتركيا وايران، منو اسهلهم بالتعامل تحسه انه يريد يتعاون وياه؟ والله حقيقه احكي لك يعني انه احنا خلال هاي الفتره ونتيجه الجولات والزيارات اللي قامت بها يعني. نعم. رئيس مجلس الوزراء وفهمت رئيس الجمهوريه، احنا انا يعني هناك مؤشرات ايجابيه من الكل، وان شاء الله نتامل خطوات ايجابيه بهذا الموضوع ان شاء الله. طبعا احبه المشاهدين مثل ما قلنا انه هذا المؤتمر هو برعايه مباشره من رئيس مجلس الوزراء، وأيضا كانت عدة كلمة مهمة جدا بافتتاح المؤتمر، خلينا نشاهد جزء من هذه الكلمة وراجعين. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين. أستاذ جمعة، بافتتاح كلمة رئيس مجلس الوزراء، حقيقة أيضا أكو موضوع أنه أكو بعض القنوات بيجات ميالة على ما قبل 2003، قالت هم ذبوا رأس موضوع أزمة المياه برأس النظام السابق، النظام الدكتاتوري. هل صحيح وانت ابن محافظة ميسان، هل هذه المشاكل احنا ورثناها من قبل 2003 لو ظهرت بعد 2003؟
قبل 2003 لم يكن هناك عوز مائي لدى العراق، لكن بعد 2003 اتجهت الجارة إيران إلى بناء العديد من السدود على الأنهار المتجهة إلى الأراضي العراقية. نعم. فكان هذه ما أعرف هي محض صدفة أو أنها كانت هناك يعني شيء مخطط إليه. بالعكس كان النظام السابق يحاول أن يقلل الإطلاقات المائية، والدليل على ذلك هو الأعمال الترابية الكبيرة التي تم عملها داخل الأهوار، والحصار يعني حجب المياه عن الأهوار وإنما تسليكها بواسطة قنوات مكثفة. يعني هذا شيء إيجابي ولا سلبي كان؟ لا طبعا سلبي، لأنه جففت الأهوار، قضى على بيئة متكاملة. بداية حديثك قلت أنه كان وضعنا المائي جيد. نعم، من ناحية الواردات القادمة من دول الجوار كانت مياه إطلاقات كافية وزايدة يعني، لكن هناك داخل العراق أعمال أخرى غير الإطلاقات اللي تجي، يعني عمل التجفيف الأهوار قضية، والواردات المائية اللي تجي من دول التشارك المائي كانت قضية أخرى. يعني مثل يعني اليوم النظام الدكتاتوري هو إلى اليد الطولة بتدمير بيئة الأهوار. نعم، يعني إلى الآن أكو سلبيات بالأهوار هي راجعة على النظام السابق. نعم نعم بهذا الموضوع. نعم نعم. يعني حقيقة احنا ورثنا مشاكل. نعم، لكن تحليل مضامين الخطاب للسيد رئيس مجلس الوزراء انه يعني وجه اللوم على كافة الحقب الحكومية اللي استلمت الإدارة، والدليل على انه قال هناك العديد من الحقائق مغيبة عن الناس، وهذا يعني حتى الوزارات اللي في هذا الوقت هي مشمولة بهذا الكلام. يعني اذا إيه صحيح إيه يعني قال هو قال يعني تركيا بدت بمشاريع السدود من التسعينات تقريبا. نعم بدت يعني مشروع العراق بلد محاصر، بلد ضعيف، بلد ما له وزن بالنظام الاقليمي او الدولي، وهذا اليوم نتائج بسبب سياسات رعنة للنظام السابق ودخول حروب وعقوبات دولية. لا لا، هو فتركيا أخذت المساحة ببناء سدود بالتسعينات، أخذت بناء سدود، ويقال أن حتى كميات الأسمنت تذهب من الحكومة العراقية إلى تركيا. نعم، وهم المسؤولين الأتراك صرحوا وقالوا حجبنا كميات كبيرة من المياه لأنه بناء على طلب العراق. وحتى من صار سد أليسو، قبل أن يصير سد إليسو هناك يعني قاعدة قانونية أنه لازم دولة المنبع تبعث اختار إلى دولة التشارك المائي، وإذا ما وافقت ما يصير هذا السد. لكن قدر المفاوض التركي أن يقنع المفاوض العراقي بأن سد إليسو هو لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية، ومن كمل لقينا أن هذا السد يخزن كميات أو يعيق الكميات. نعم. لكن بعد صار واقع حال. نعم، وصعب علينا أن أستاذ سليم، مع فكرة أن احنا ورثنا مشاكل من النظام السابق يعني بالوضع المائي، احنا حقيقة يعني انه ماكو كان عندنا قبل ماكو كان انه اكو واردات وما عندنا ازمه مياه في السنوات السابقه. لا تعرف هناك سنوات رطبه وسنوات غير رطبه، يعني مرت بنا فترات حصار امطار ونقص ايضا كميات المياه، لكن يعني ما تفضل به دوله رئيس الوزراء انه لم تصل يعني الى اتفاقيات ملزمه على طول السنين السابقة، يعني نعم في فترة النظام السابق لم يكن هناك اتفاقيات ملزمة يعني مع هذه الدول المتشاطئة، يعني بحيث يتأمن حصة العراق المطلوبة يعني وبموجب نسب معينة وحسب احتياج العراق لتأمين مشاريعه وخططه الاستراتيجية. هذا الواقع الحالي اللي احنا يعني تعرف يعني انت هاي والاستاذ جمعة يعرف ان هناك دورة لهذا، هناك يعني تجي سنين تكون رطبة وعندنا وفرة من المياه وسقوط أمطار. هاي السنة تعتبر رطبة؟ لا لا، يعني هاي الأمطار سقطت يعني كميات مو الطموح ولا أمنت المخازن. تعرفون يعني أنتم بعام 2019 قدرنا نخزن كميات كبيرة، وهي اللي ساعدتنا، خزننا بسد الموصل أكثر من 9 مليارات متر مكعب، هي اللي خلتنا خلال هاي السنة احنا معتمدين عليها. نعم. استاذ سليم اريد معلومه يعني واكد، انا قبل عده اشهر شهرين تقريبا انه ادري انه الخزينه الاستراتيجيه للعراق 7 مليار متر مكعب، الان زاد قل.
لا لا الحمد لله احنا يعني احنا ما نقول يعني بس احنا تعرف هي شو وزارة الموارد المائية من خلال المركز الوطني لإدارة الموارد المائية تضع خطة مستقبلية لغرض تأمين المياه خلال الفترة القادمة. يعني مثلا احنا اليوم قبل انه ما يبدأ الموسم الشتوي عندنا المركز الوطني من خلال ما متوفر بخزاناتنا من مياه توضع خطة. احنا الأولوية مثل ما يعني طرحت في بداية اللقاء تكون للمياه الشرب والبستنة، فوراها تكون هناك اجتماع ما بيننا وبين وزارة الزراعة يعني هل بالإمكان أنه تكون فد خطة زراعية أو لا، يعني حسب ما كميات المياه اللي شنو اللي تطرحه وزارة الزراعة احنا نقدر كمية المي اللي موجود عندنا نقدر نأمن هذا. دائما تصير خلافات يعني لا مو ماكو خلافات في بداية وضع الخطة. لا لا سيد ما تكون خلافات وإنما هناك يعني انه انت شن عندك مي على مود تأمن هذا. فاحنا اليوم الكميات المياه اللي عندنا بخزاناتنا وضعنا خطة انه تأمننا المياه الشرب كأولوية اولى مياه الشرب والبستنة الى ان نصل الى الرية الانبات الاولى للموسم الشتوي. هذا خطتنا احنا نعم. نبنى عليها يعني احنا لازم ان تكون عندنا نظرة مستقبلية نعم. وخطط مستقبلية لقادم الأيام. أكيد راح نسأل على هذا الموضوع المهم جدا، ولكن أيضا أعطي عنوان للفيديو هي حلول بعض الحلول اللي طرحها رئيس مجلس الوزراء. نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. أستاذ جمعة حترك اليوم صفة الخبير المائي والباحث بقضايا الأهوار والمياه، حتكلم وياك أنت أيضا مزارع. نعم مزارع وفلاح وتزرع عندك أرض اليوم مثلا احد المعالجات تكلم بها رئيس الوزراء خلال المؤتمر موضوع التقنيات الري الحديث قال انه احنا ما راح نتدعم الفلاح اللي يستخدم السق السومر اللي عمره 7000 سنه السق السيح السيحي او السومر عنده لقب ايضا اخر السيح هذا القديم اللي خسرنا مياه الكثيره جدا. استاذ جمعه اليوم انتم شو تريدون من رئيس وزراء او من جهات مختصه ستوفر لكم قروض بدون فائدة، فائدة 0% لشراء اليوم المنظومات الريش والتنقيط وغيرها من هذه المواضيع، ليش ما يدي يتحول الفلاح بهذه السرعة؟ هو منتظر مبادرة الحكومة العراقية الفلاح منتظر المبادرة، وأكو ناس عندها وعي وعندها معرفة بأنه التقنيات الحديثة راح توفر له الجهد والوقت والمال وأكثر الإنتاج الوفير، والكثير من المزارعين منتظرين هاي المبادرة. لكن دولة السيد رئيس الوزراء حددتها بوقت محدد الموسم المقبل، وأعتقد هذا يحتاج وقت كبير لأنه هذا عمل لوجستي. يعني متى تأتي هذه التقنيات؟ يعني يحتاج لها نقيل، يحتاج لها جمرق، يحتاج لها يعني الكثير. حتى وين يعني كان أكو هناك تصريح بين حتى الجمرق يرفع أي، لكن إجراءات الدخول وإجراءات الخزن وإجراءات النقل وإجراءات الشد هذه كلها يحتاج لها وقت. وإحنا يعني الزراعة لها توقيتات محددة، ويعني هسه بعيدا عن إمكانية الفلاح المادية والإمكانية راح توفرها الدولة، لكن هناك عمل لوجستي آخر لشد هكذا تقنيات. موضوع جلب التقنيات ربطها يعني بمجالس بالمحافظة مباشرة مع هذا الشيء لو مركزي أفضل. هو الدور الحكومات المحلية يعني ضعيف بالزراعة، وإنما هي اللي يعني تعمل مباشر وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية. يعني دور الحكومات المحلية ما جاي تأخذ دورها بال بالعمل الزراعي. هي ما قاعد تأخذ دورها لو هي مقيدة مثلاً. لا مقيدة بتعليماتها يعني محدداتها القانونية. رئيس الوزراء لما زار واسط وبوقت الحصاد قال هاي من مسؤولية المحافظة، تقول ايش قد محتاجين تقنيات ري حديث، ايش قد المساحات اللي عندنا واحنا نوفرها. شو المحافظة اللي عندنا بالعمارة ما اجوا وقالوا تعالوا اعطونا الكميات مالاتكم حتى نوفر لكم التقنيات الحديثة. وبعد اكو ملاحظة اخرى، يعني وزارة الزراعة تحتاج مسح للأراضي، مو كل الأراضي تنجح بها التقنيات الحديثة.
وإنما مثلا المشاريع المستصلحة بها نظام ري، نظام تقني محدد، يعني هو وإن كان قديم لكن شلون راح يكون مو أرض يعني مفتوحة للتقنيات، وإنما هناك مساحات صغيرة وهذه لها يعني تقنيات يعني مو نفس هذه مفتوحة وإنما تختلف عليها، فأيضا يراد لها تكيف، يعني لازم تكون هناك دراسة هذه الأرض لها هكذا نوعية من التقنيات، وأكو أرض لها تقنية أخرى، الأرض اللي ما مستصلحة لها تقنيات واحد، والأرض المستصلحة واللي بيها نظام مبطن أو قنواتها مبطنة أيضا لها تقنيات أخرى. هذه لحد الآن الأعمال هذه ما ممسوحة ولا مثلا عدت لها دراسة وزارة الموارد المائية أو وزارة الزراعة. خلي انتقل للأستاذ سليم. أستاذ سليم، عندك تعقيب على كلام موضوع المرشة وتقنيات الري الحديث؟ لو لا، احنا بالنسبة لنا اليوم انت تعرف كمية المياه الموجودة محدودة وامام مواسم، فلا بد هناك تكون اجراءات حكومية تقوم بها وزارة الموارد المائية باسناد من الحكومة والاشتراك مع كثير من الوزارات المهمة. يعني اليوم احنا مثلا استاذ جمعة في محافظة ميسان، شلون نقدر نوصل له مياه يعني اذا ما تكون هناك اجراءات في عملية تطبيق نظام المراشنة، الحد من التجاوزات، إيجاد يعني هذه الخطط اللي تفضل بها دولة رئيس الوزراء أنه تكون الري مو ري سيحي، بحيث أنه اليوم المحافظات اللي تكون في الأعالي تأخذ الكميات الكبيرة وما توصل عندنا المحافظات الذنائب، فهي كلها حلول أنه حتى نرشد من الاستهلاك، يعني بحيث تكون هناك الفائدة تعم لجميع المحافظات وجميع مستخدمين. نعم استاذ سليم، بالمؤتمر كانت مشاركه دوليه، مشاركه للمجتمع الدولي، اليوم كوزاره موارد المائيه تحسون هناك تعاطف مع قضيه العراق المائيه من المجتمع الدولي وهم ميالين اكثر الى جانب العراق كمتضرر؟ من خلال مشاركه المنظمات الدوليه هناك يعني حسينا انه لمسنا انه اكو هناك تنسيق كبير مع هذه المنظمات العالميه، بالإضافة أنه الدول اللي شاركت دول الجوار أو دول المتشاطئة مثل ما بدينا باللقاء هناك مؤشرات جيدة وخطط راح تكون إن شاء الله على أرض الواقع من خلال تبادل الزيارات بين الوفود الفنية إذا كانت إلى الجمهورية الإسلامية وإلى تركيا. نعم، أيضا سؤال مهم أريد أسأل بهذا الموضوع، أنه حسب أنه مؤتمر المناخ العالمي أو الدولي اللي مو انعقد بشرم الشيخ، اللي انعقد قبله غلاسكو باسكتلندا، باسكتلندا نعم، كان هناك قرار انه الدول المتاثره بسبب اليوم الاحتباس الحراري بسبب التصنيع الكبير من الدول المتقدمه لها تعويضات، وتكون هذه التعويضات تذهب الى مشاريع استصلاح الاراضي، مشاريع الحفاظ على المياه، يعني هذه المواضيع. هل العراق اخذ بعض التعويضات؟ احنا خلال هذا المؤتمر يعني ووجود هذه المنظمات الدوليه طلبنا أن يكون هناك هذا التنسيق والدعم يعني في مجال الإدارة، إدارة المياه، وأيضاً دعمنا من خلال هذه المشاريع يعني. نعم. طبعاً أحبة المشاهدين، بنهاية اليوم الأول لمؤتمر بغداد دول المياه كان هناك مؤتمر صحفي لمعالي وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب، اللي حقيقة تحدث عن المؤتمر على كثير من الأمور اللي تخص المؤتمر والمياه عموماً بالعراق. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. يعني احنا لمسنا اليوم من وزارة الموارد المائية اكو تفاؤل، انه اكو تفاهمات، اكو تعاطف من المجتمع الدولي بهذه القضية، هناك أيضاً تفاهمات مع دول المنبع، يعني اكو تفاؤل. شو عجب الخبراء المائية اغلبكم متشائمين؟ لا، هو مو تشاؤم، وإنما أكيد هو حراك نحو تدويل قضية المياه والحضور، حضور دولي وحضور نوعي ومتخصص بالمياه، وهذا موضوع مهم، لكن فات على المؤتمر أن يشرك القطاعات المستفيدة من المياه مثلا. فتح رابط أن تدرسون بحوثكم وتشاركون. إيه لا، يعني خاصة مثلا جماعة الأهوار، الأهوار كان يطلعون يعني رغم بساطتهم هم كانوا خليكم بشعار المؤتمر. نعم بشعار المؤتمر، لكن ما لهم حضور، ويعني حتى الجمعيات المتخصصة بالأهوار لم تحضر. يعني أنا متواصل ويا حوالي 7 منظمات من البصرة والعمارة وذي قار، لم يكن هناك دعوة لأي جمعية متخصصة بالأهوار. أشاركوا المختصين بالأهوار؟ احنا هناك منظمات وجهات
محلية ودولية نعم. معنية بالبيئة وبالأهوار شاركت بالمؤتمر. سؤالي قبل الأخير، أنا عندي سؤال مهم جدا أخير، يعني ما جاوبتني لما سألت في وسط الحلقة، إحنا سأكثر من 7 مليار عندنا؟ هاي أرقام تعتبر هي، إحنا شوف تعرف إحنا خزين استراتيجي، هذه إحنا نحاول إنه هذه الأمور تعرف هي هاي الأرقام متغيرة يعني صحيح. اليوم حتى اليوم اليوم أو الفلاح المواطن اليوم أستاذنا إحنا هاي الأرقام متغيرة، أما باتجاه الزيادة أما باتجاه النقصان خلال عمل أملنا اليومي. نعم. فإحنا اليوم مو هذا مثل كمية هي نقدر تطيها وتقدر معلومة هذه، بس إحنا جهدنا إنه نأمن من خلال الخطة اللي أنا وضحتها لسيادتك، إنه نأمن لمدى أكثر من لموسم كامل، وبداية الموسم القادم إن شاء الله راح نأمن الكميات من المياه. هسه خلال الموسم الصيفي راح نكون أولوية للمياه الشرب بالبستنة، وإن شاء الله نأمن الرية الإنبات الأولى للموسم الشتوي. موضوع أيضا مهم جدا حقيقة، غضب ومن مربي الثروة السمكية على قرارات وزارة الموارد المائية، وطلبوا لو تأجيل إلى شهر إلى بدايات الشهر الواحد. القرار ساري من يوم 1/7. إحنا صرنا يعني اليوم بمختصر 30 ثانية إن شاء الله إحنا موضوع بحيرات الأسماك وموضوع الثروة السمكية أيضا مهم، بس الأهم من عتها هو ماء الشرب. يعني إحنا اليوم إن شاء الله راح يكون هناك أكثر من اجتماع بهذا الموضوع. إحنا الأولوية إن خلال هاي المرحلة نأمن مياه الشرب، هسه تتقاطع مع بعض الأمور، تتقاطع مع أمور أخرى، لابد أن نأمن مياه الشرب، وحسب حصص تم مناقشتها مع كل المحافظات ومديريات الموارد المائية محافظاتنا، إحنا لازم نأمن حصة أبو البصرة أو أبو العمارة أو أبو الناصرية، مثل ما نفكر بحصة بغداد وحصة أبو مثلا واسط، أو على نهر الفرات مثل حصة أبو الرمادي مثل حصة سماوة. فهاي لازم تطلب لها وايد إجراءات من الدولة. نعم. الأهم هو الماء الخام ومياه الإسالة. كل التحية لحضرتك، كل التحية والشكر أستاذ جمعة الدراجة خبير المائي، كل التحية والشكر للمهندس سليم العتابي معاون مدير عام الهيئة العامة للتشغيل والصيانة حوض نهر دجلة. شكرا جزيلا. أحبة المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم اللي كانت عن مؤتمر بغداد الدولي للمياه، عن الاستفادة من أهدافه، التوقعات المستقبلية إن شاء الله يا رب خير للفلاح، لمربي الثروة الحيوانية، مربي أسماك وغيرها اليوم من كل القطاعات اللي تستفاد من المياه العراقية. إلى هنا تنتهي حلقتنا، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.